وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور علي المولاني، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين. مرحبا بك معنا في نشرة الأخبار دكتور علي. ما هي أسباب هذا الارتفاع في أرباح البنوك إلى المستوى القياسي الذي شهدته بحسب البيانات المالية الأخيرة؟ مرحبا. هناك عدد من الأسباب الارتفاع الملحوظ في أرباح المصارف المدرجة في البحرين، ومن أهمها طبعا الأداء الاقتصادي القوي في فترة ما بعد الجائحة. نعم. وارتفاع طبعا ملحوظ في أسعار النفط بشكل عام. كذلك عندنا السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية بشكل عام وحتى في المنطقة، اللي دعمت أسعار الفائدة والعوائد للبنوك. وكذلك طبعا هناك قطاعات ارتفعت ربحيتها بعد الجائحة، وذلك زاد من ملائمتها الائتمانية وعملياتها، وهذا أيضا يدعم ويساعد ربحية المصارف. نعم، وما هي انعكاسات هذا الارتفاع على نمو الاقتصاد الوطني في ظل خطة التعافي الاقتصادي؟ يواكب يعني ازدهار القطاع المصرفي في زيادة الخدمات والتسهيلات اللي تقدمها المصارف للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبشكل خاص عندنا المؤسسات الصغيرة المتوسطة بتكون من القطاعات اللي بتستفيد من هذا الازدهار، بحيث انه يعطيها دعم لاعمالها ويساعد على خلق فرص عمل في مملكة البحرين. ومن ناحية اخرى عندنا يعني الموضع القوي او للمصارف سيعزز من دورها في تمويل المشاريع الاستراتيجية في المنطقة وفي مملكة البحرين. بيكون له دور طبعا في زيادة النمو وزيادة الدخل بشكل عام. نعم، الدكتور علي المولاني رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.